إلى رسالة الفريق أحمد جيد الصالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي قال بأن الجيش الوطني الشعبي يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية. وقال الفريق بأن الجيش الوطني الشعبي هو جيش يعرف حدوده بل ونطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل حسب قوله. ومع ذلك هناك من يسمح لنفسه تنصيب شخصه وصيا على الجيش الوطني الشعبي بل وناطقا رسميا باسمه، ناسيا أو متناسيا أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش الشعب الجزائري، هو جيش الجزائر بكل ما تحمله هذه العبارة الطيبة من معان تاريخية عريقة ومن قيم سامية ونبيلة وبكل ما تمثله من حاضر ومستقبل. هذا وقد حذر نائب وزير الدفاع الوطني قائلا: فليعلم الجميع أنه لا وصاية على الجيش الوطني الشعبي سليلي جيش التحرير الوطني، فهو يتلقى توجيهاته السامية من لدن المجاهد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ويسهر بعيون يقظة ومتحفزة لا تنام، ويعمل بمثابرة شديدة وفق الضوابط التي تمنحها له قوانين الجمهورية ويخوله له مضمون الدستور الجزائري. والذي لا يمكن بإيحاء من الأحوال إقحامه في متاهات حزبية وسياسية وزج في صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل. مع ذلك هناك من يسمح لنفسه تنصيب شخصه وصيا على الجيش الوطني الشعبي بل وناطقا رسميا باسمه، ناسيا أو متناسيا أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش الشعب الجزائري، جيش لا ولن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى الفوضى، جيش لن يسمح بالفوضى التي قد يفكر في زرعها البعض الأطراف الذين هم على استعداد تعريض الجزائر للخطر. أنني أتعهد اليوم أمام الله وأمام أرواح الشهداء وأمام الشعب الجزائري برمته بأن الجزائر هي في آمنة، أيادي ستتصدى بكل قوة وصرامة لكل من يسمح لنفسه بتعريض وطن الشهداء للفوضى والمكر الماكرين.